السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ النهاردة ان شاء الله فيديو عن الوان غرف النوم. هجيب لكم افضل الوان لغرف النوم هتختاروا منها ان شاء الله، وكمل الفيديو معايا عشان تستفيد، عشان كلها الوانات جديدة زي ما انتم شايفين كده، وديكورات جميلة جدا، والالوان طبعا زي ما انتم شايفين حاجات هادية كلها. طبعا اهم حاجة هي اوضة النوم في الاختيار، عشان طبعا مريحة للعين ومنها هتبقى هادية، عشان طبعا الديكورات والاشكال، وطبعا كل واحد له ذوق في اللون. يعني في ناس كل واحد بيختار لون حسب ذوقه وحسب رغبته، ودي بتختلف من شخص لاخر. في ناس طبعا بتحب الفوشيا، في ناس بتحب الاوف وايت، في ناس بتحب الرصاصي. طبعا كل ده حسب اختيار الشخص نفسه. طبعا في ناس بتعمل خلفية قطيفة زي ما انتم شايفين كده، جميلة جدا وحاجة ما شاء الله. دي موف، طبعا ناس بتحب الموف. دي الفوشيا اللي انا قلت عليها. طبعا اختيارك كله اختيار هو اللي بيرجع للشخص نفسه. دي افضل غرف نوم واحدث غرف نوم، حاجات جميلة جدا وحاجة يعني ما شاء الله احدث حاجة. طبعا دي لون عنابي خلفية كده، في ناس بتحب الازرق دايما شايفين كده، حاجات جميلة جدا. اي ديكورات طبعا او اي حاجة تحتاجوها موجودة على القناة. وطبعا ما تنسوش اللايك، ولو انت مش مشترك تشترك في القناة، عشان اي ديكور جديد ننزله على القناة يوصلك على طول. فعل الاشعارات عشان الديكور يوصلك على طول. طبعا دي غرف مع الكورنيشة بتاعتها جميلة جدا. دي قطيفة برضو مع الرصاصي كده جميل. بس حب اللبني ما شاء الله. طبعا كل الديكور انت عايزينه موجود ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليقات الديكور اللي انت عايزينه، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.